Welcome to Tarsana's videos. To read all of our full articles and watch our videos, visit the website www.tarsana.net. And, don't hesitate to write to us or comment on the subject. <laughs> الملقب بابور ما يعني الانتقام وهو ايضا اسم مؤسس امبراطوريه المغول الهنديه المسلمه وهو صاروخ كروز اي صاروخ جوال باكستاني قادر على حمل رؤوس نوويه ربما بدا تصميم هذا الصاروخ في 1990 ردا على برنامج تطوير صواريخ كروز في الهند والحاجه الى تنويع انظمه ايصال ضرباتها النوويه في أغسطس 1998 تم العثور على صاروخين أمريكيين من طراز توماهوك سليمين تقريبا في جنوب باكستان تم إطلاقهما خلال عملية إنفينيتي ريتش وربما خضعا الهندسة العكسية توفر معلومات مهمة لبرنامج حتف سبعة وأفاد إحدى التقارير عن أول رحلة لجيل جديد من صاروخ جوال في آب أغسطس 2004، غير أن أول تأكيد رسمي حدث في آب أغسطس 2005. تم تنفيذ هذا الإطلاق الأول من منصة أرضية وكان مداه حوالي 500 كيلومتر. لا تزال النسخة الجديدة التي يمكن إطلاقها من المنصات الجوية أو البحرية أو من تحت الماء قيد التطوير. وسيكون مداها من 450 إلى 1000 كيلومتر. وتفيد التقارير بأن القوات المسلحة الباكستانية كانت تمتلك فولة من الصواريخ من طراز بابور في عام 2008 مع 18 منصة متحركة كل منها مجهز بأربع صواريخ ومركبات للقيادة والسيطرة وإعادة التحميل ومن المقرر ايضا تجهيز فرقاطات اف 22 بي التي طلبتها من الصين في اغسطس 2004 بثمانيه صواريخ لكل منها. انشات البحريه الباكستانيه القياده البحريه الاستراتيجيه من خلال افتتاح في 19 مايو 2012 مباني هذا المقر الجديد المسؤول عن الاسلحه النوويه للبحريه. يؤكد هذا الإعلان عن وجود نسخة تطلق من تحت الماء لهذا الصاروخ الجوال مع قدرة حملها بواسطة خمسة غواصات من فئة أغوستا التي تملكها باكستان تم إجراء أول اختبار لإطلاق هذه النسخة من الصاروخ في 9 يناير أو كانون الثاني 2017 وكان مداه 450 كيلومتراً. وتم إطلاقه من غواصة. أصاب الصاروخ هدفه بدقة وفقا للبيان الرسمي وهو قادر على حمل رأس حربي نووي. وبالتالي فإنه يمنح البلاد ردعا موثوقا به وقدرة على توجيه ضربة ثانية بعد تعرضها لهجوم مفاجئ. وفقا لإعلان الجيش في إسلام أباد. بابور ثلاثة هو النموذج البحري للصاروخ الجوال البري بابور اثنان إذا اعتمدنا على أرقام الأداء فإن صاروخ بابور الباكستاني يتفوق على نظيره الهندي براهموس على الرغم من أن صاروخ براهموس لدى نيودلهي أسرع إلا أن بابور يعطي ميزة المدى والحمولة المتفجرة والقدرة على المناورة والدقة لصالح إسلام أباد تم تصنيع الصاروخ من قبل المجمع الصناعي للدفاع الوطني، وتم نشر أربعين وحدة في الخدمة على الأقل. يعمل بمحرك توربيني زائد معزز إقلاع. يزن الصاروخ عند الإطلاق ألف وخمسمائة كيلوغرام. يبلغ الطول ستة أمتار وعشرون سنتيمتراً، والقطر اثنان وخمسون سنتيمتر. وباع الجناح مترين و67 يصل المدى العملياتي من 450 إلى 1000 كيلومتر تبلغ الحمولة 450 كيلوغرام من المتفجرات أو شحنة نووية بقوة 10 إلى 35 كيلو طن. يتم التوجيه بنظام الجي بي اس والإي إن اس

If you like this content, then support us by pressing the thumb button, share, and subscribe to the channel to be informed of new publications. And, don't hesitate to write to us or comment on the subject. <laughs>